لا لا اتفق وقولي لي يمكن انا غلطه. انا لما نشوفك لا اتفق انه انت قلتي نخلوها للصغار، لانه انت روحك بالنهايه العمر هو رقم فقط، انت روحك مريحه، عندك طاقه الشباب. يعني نحيتي هذا المشروع من راسك؟ لا مش نحيت مشروع الزواج. لماذا؟ شوفي اسمه ونصيب. انا وحده بيتوتيه عايشه كيف في كورونا، يعني بين الاشياء اللي عندي وبين الرسم وبين الطبيخ وبين أعمالي المنزلية، وخاصة أنك تبجل فيه تشوفي الأوراق وتشوفي أغاني شي 3000 أغنية عملها، ويعني ف لا هو راح يشوفني ولا أنا راح نشوف، وكيفاش عنقابل هاد. وبعدين أنا يعني الفنانة لازم يكون عندها واحد يساندها. ما هذه هي في اللي يقول لك انه مش يزيد عليها، يقول لك انه بالنهايه حتى كيش يقولوا قد ما علت العين حاجب فوقها. بالنهايه احنا لا نقولوا انه الرجل فوق المراه، لا نقولوا انه بالنهايه احنا كائن حساس نحتاج كذلك السند. انت بما انك مش غالقه الباب، لا ليش لو جا السند عندك صفاء صفاء ابو السعود ولا سعاده اسعاد يونس تزوجوا مع رجال مع ان ضراير، وانا مش بزاف موافقه مع قصه الضراير، ولكن ساندوهم تزوجوا مع ناس داروا لهم قنوات ساندوهم لي زون بوسي ا لافون. هنا اخر تجربه من 10 سنين كنت اني اكون تحت الارض، ولكن نقول انه وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. صحيح والعكس كذلك. والعكس صحيح اكيد، احنا نعيش مع بعض بالنهايه.